صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتح. صباحك جاري باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتح. كل جرنان في العنوان. تمام تمام. تروح توزعهم في منطقه ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني مهندسين. مهندس مهندس عارفها. تمام يا تتح وانا واثق فيك. فكر على الثقه العظيمه دي. ده المفتاح. مفتاح ايه؟ المهندسين. ده مفتاح المكنة يا حمار. تستاهلها والله يا تتح. ربنا يسترها معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتح. اظروفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب لي الدلدع منك. يلا يا تتح. يا ابو غراسي في امك. طيب قوي على نياتي بيع جرايد وكل يوم باتي في ناس بتاكل كوكو وناس عيني بتكاكي بوث رجلي يا بني ادم. 900 تليفون جايين لي من الصبح. كل الزبائن بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحتلهاش كهرباء. مهندسين. امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك تبقى مطار القاهره صاله واحد. لا لا عمنا انا اللي علقته. حاضر يا باشا. اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريت؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي. ما وراكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى. تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي من كويسه. انت بتخرس خالص وما تفتحش بقى. فتحت بقى ليه ولا حاجه؟ وصل ازاي؟ اخرس. ما تهرباش يا ابني. احسن انا الكوره تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريت. ورنات يا ريت. ازاي يا ريت؟ اهرت. انت بتفتح لك على ريت. مسكر. هو كل يوم يا ست مسكر. هعمل لك ايه؟ انت اللي صابت نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طبخه رجلين جوزك النهارده؟
ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا وارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخرس يا جليل الرمائي. انت بتضربني؟ اهري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره وتهزقنا يا خالد. ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوى المنطقه دي ضرب هذه باختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه لما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ هو اللي بنتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلتلي عليا يا خالي. ايه اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. انا بقولها لك. بقولها لك من غير خيسة. اسفين قوي يا معلم حصوه. واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا ابو لما خلاص بقى ولا ولا طالع ولا ولا نازل وقفان. انت زي اللقمه في الحوض. تعالى جوه. طب انت عبيط قوي يا بنت. يا بنت اهدي اهدي بقى اهدي شويه بقى اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. هو ده مش حب ده. هقول لك. اوعي. تعالى. اهدي اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنتي بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. بلدي هو يا واد انت ما فيش مساله. ايه دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه يا بنت؟ ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظلمني يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجزني يا تتا؟ ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام سعادتك؟ طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونبقى اول كمان. غوري يلا يلا غوري. بنت حلو كده زر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه الجندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي يا بنت. يا بنت يا بنت بتعيطي. غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. يا بنصلون يا بنت اللذينة. تعالى يا بنت. ايه بقى يا بنت؟ مش عني تخطي. طب وحياة امي لو اوريك يا تتا. يا بنت حصل يا بنت؟ ضربني يما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسة. يعني اطمن يما. اجري يا بنت شوفي لنا محطة رأس كده نهيص شوية. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر ان شاء الله. نار يا سبحان الله. هنا بيض على راسه. ازيك يا تتا؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو كيفيه الحش و في الفنجان غاوي حاسس. وانت ستر ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اه ياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي خلاص بقى. هادي
هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقت بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه، مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ حنجرتك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كان لازم البطاطي، كان لازم البطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوه ده ولا حاجه يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجة، ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز إيه تاني؟ نايم متظبط، نفسيا محطب وزي الفل، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص. ويا بخت منظره خف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك. ار تعالى خد موضه كده. تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده، ده احنا خلاص من نازل خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجين برضك. تعالى ايوه حاضر، ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدى 60 70 سنة دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحتة دي خلاص، انا جاي في ده خلاص خلاص. اتفضل يا ست سمانة. خش يا بنتي يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استاذ فرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مزغزغ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرم. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميكا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز زكس. اسمع بس بلاش لماطه، تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه هتفتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات لحمه ضاني ضاني ضاني. تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح. خلصني ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه اهو خد الفضل. واحده ليا. اه واحده ليك، بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل، انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما حنيتي يا موكوسه حسوه. اه اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليه؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه. طيب سخريتها زيده ممكن تديك بالجزمه. هز المفتاح، هز.
هذا المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا. والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم. حسوه ما تصحينا يا ابن القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم. انت هتفزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي قوم. هادي ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي انا صح يا هادي. هادي هادي ايه خالو؟ يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. تعالى هادي تعالى خبز شوف. ايه ده؟ سيف شوف انت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميدالية؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حته حصان في رقبته. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ شفت يا هادي؟ اسرير الراجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح. انما كده خلاص احنا خدنا. ايه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ ايوه يا خالي. وموصل للدرجه دي؟ اه يا خمر اسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي ده الثلاجه مليانه اكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي 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 ايه؟ بص 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 الوليه دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحده منهم دخلت في الشارع عندنا هنا هت خلاص بص تخرج فاقد الجنسيه. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني ثبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. السبع تلاف سنة حضارة بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما الستين سبعين سنة دول مش هيعدوا على كده. طيب وقت سعاد طريق اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا منشخلع. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم انتوا راحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا اهبل؟ ده انا جاي اقعدكم قعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوه كده خلاص بقى عم حصوه. السجاري الناس بقى وروي هوبا عندك. روح هناك فقعد بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي.
استنى عندك. ايه خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسح وهتقعدوا خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبي يا مرزاق يا كريم. راجل قلابه يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. أنا أقول لك عن فكري، هو الناس اللي داخلة وخارجة عندك دي العيال الصغيرة دي بتعمل إيه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحة وفنادق. ما طبعا لازم يبقوا سياحة، حلو يبقى لازم يبقى سياحة على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ وإتيكيت. دروس في طبيخ؟ والإتيكيت؟ ده غير حصة امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده أول حصة. الحشو أول حصة داخل ناشف كده من الأول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه هيجي ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ هو صحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوة؟ اتنزلت ايه؟ دي استعارة. استعارة عشان خاطر بنته الممدوحة دي تتستر. استعارة ايه وخيابة ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولي ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا انت هتهجص قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب. انا هفرغك نفسي. عكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت سيب المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بفيلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيك يا اخو؟ رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك يا تتح، امر يا عم الناس. جالي تعرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ ها؟ عفوي عفوي يا عوكسه. لا 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 بص وحياة امك ما تعملش حاجه وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز مش هيقدر يعمل اي حاجه. خد يا ده انت يا تعالى امر سعادتك. انت مسجل يا ده؟ لا حضرتك بص انا خلت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار
واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك دعاره بقى العصر. وانت مال اهلك ما ترد على بص يا بنتي الكلب وغنيته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعب في خدمه السلطه. طبوسه لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه. بس هنعمل ايه بقى؟